ضيفنا هلا مشاهدينا فنان تشكيلي قدر يجمع بين عالمين ما بيشبهوا بعض، عالم الفن وعالم الجيش، ومن سنين طويله عم بيعطي الاثنين من قلبه. بالفن هو رجل حالم ورؤيوي، وبالمؤسسه العسكريه كان رجل الوطن والمسؤوليه. اليوم رح نحكي عن اخر معرض له بعنوان اتوال مع الجنرال مارون نمر. اهلا وسهلا فيك جنرال. يعني اذا بنفكر بعالم الجيش وعالم الفن، دربين باتجاه معاكس، واحد بيثبتنا بالواقع والدرب الثاني بينقلنا لعالم الخيال والأحلام. يمكن أول سؤال بيخطر على البال هو هل في مكان هالعالمين بيلتقوا فيه أو ما بيلتقوا أبدا؟ لا بالطبع بيلتقوا، صحيح أنه مختلفين تماما بس بيلتقوا بمحلات، وخاصة لما بيجنح كتير الرسام أو الفنان في واحد تاني بيضبطه بيرجعوا شوي لحتى ما يفلت برات الاصول يعني. بس دونك لا في فرق بدون يعني شيء. عالم الجيش او رجل العسكر بيخلي الفنان الحالم على الارض اذا بدك نوعا شوي. ما يعني بصير يخليه ضمن الواقع اللي هو فيه، واللي هيدا كمان مدرسه بحد ذاتها. واضح جنرال انه عندك شغف للعالمين، ولكن اي منهم كان شغفك الاول واي منهم الدرب الاحب على قلبك؟ بفتكر مثل كل الشباب وقت اللي بلشوا ما كان في حدا يوجه لوين رايحين. يعني انا كان عندي جيش وكان عندي خيارات ثانيه، بس ثقبت انه فحص الحربيه انعمل اول واحد ونجحت فيه، دونك راحوا الخيارات الباقيين اللي هن الطب والهندسه. هلا بتروح على العسكر صرت بعيد شوي عن جو الرسم والفن. نعم. لو روح على غير اتجاه على الهندسه لنقول، كان بالعكس كان مشي معه ويمكن كان تطور. دونك الوجود بالجيش خلى شخصية الفن اللي موجودة فيي تنام لفترة معينة إلى أن صار الظروف ورجعت بيّن. نعم. ولكن ما نسيت بقي هالشغف، ولكن صامت لفترة طبعا. قبل موهبة الرسم جنرال بعرف أنه كان عندك خط كتير حلو جدا، خطك جداً. بالعربي كتير خطي حلو. إيه مش أنه جدا هالشيء إذا بدك مهد الطريق للرسم والألوان واللوحات. صحيح صحيح، هو الأساس الخط، بعدين منه بصير واحد ينقل شوي شوي على أشياء تانية فنية كمان. هو الخط بحد ذاته فن يعني، مش بس الرسم بحد ذاته بدك الخط هين يعني، موجود قلم موجود. نعم. شو بعرفني، حيالله شيء تاني. نعم. فيك تكتبي فيه محدود أكتر بركي، محدود أكثر، ما بده متطلبات كثيرة، بينما الرسم بدك العدة أو شيء. كان قاعدة لإلك للخط أنه تنطلق بالرسم يعني هي. من هالاتجاه اكتشفت أنه عندك موهبة الرسم 100%. وين ظهرت؟ أول مرة إذا بدك كنت بعدني بالحربية، في سجل ذهبي بالحربية بينحط عليه تقريبا كل الأحداث المتعلقة اللي بتصير بالمدرسة. دونك بدهم خط حلو، دونك سلموني هالسجل مع الخط في رسم، من هون بلشت شوي شوي وحلقت يعني بالاخر. ما بعرف قديش جنرال، هل درست الرسم او مثل ما البعض بيقولوا بتعتبرها موهبه بتجي بالفطره مش بحاجه لتنميه او لدراسه؟ اذا بدك ما درست بمدرسه، بس يعني كثير تبعت طلعت كثير جدا. يعني بعرف ببداياتك كنت كثير متاثر بتقنيه او بحقبه الامبرشنزم 100%، ومبدعينا مثل موني وغيرهم، شو اللي جذبك لهالحقبه؟ 100%، يمكن هيدا هو اذا بدك الشخصيه الفنيه اللي موجوده فيي، واللي لقيت حالي، وخصوصا بلبنان لانه لبنان كله طبيعه حلوه ومناظر حلوه. دونك لقيت حالي انه قريب لهالمدرسه. هلا بعدين يمكن شوي شوي، مش عم اتناقض معهم، بالعكس انا يمكن مشيت معهم بدون ما احس، بدون ما اعرف، بدون ما اتعلم، لقيت حالي انه بيشبه لنقول الفوفيسم او بيشبه الاكسبرسيونيزم. هاي بعد فتره طويله من الاطلاع، يعني تعمقت باعمال فنانين من لبنان وكمان والعالم. صحيح. ويعني توجهت نحو اذا بدك الابستري او المشاهد الطبيعيه. صحيح. مين صحيح. من الاسماء الكبيره اللي مرقوا عبر التاريخ جذبتك اعمالهم اكثر شيء؟ بفتكر هي مدرسه موني وماني، وبعدين اجى بعد منهم فان جوغ وجوغان واتسترا بيسارو وكل هودي سيزان. يعني هالمجموعه الفرنسويه باواخر القرن التاسع عشر هي اللي عملت هاللينك بين الامبرسيونيزم او بين اذا بدك حتى الفيجوراتيف الرياليست. نعم. التراديشنال
وبعدين للأبستري اليوم يعني منهم نعم. هي بالنص وبلشت بعدين الأبستري حرة أكثر يعني في حرية أكثر بالرسم في مساحة أوسع للتعبير 100% والمساحة إذا بدك حتى بتتأثر بكل شيء حواليك أنا برأيي يعني حتى بالظروف اللي أنت عايشة فيها قديش أنت عايشة مرتاحة قديش حتى الظرف الجغرافي إذا كان مرتاح حواليك تلاقي حالك رسمت بمساحة أكبر بيترجم هالشي بالعمل 100% اللي عم تعمله 100% خلينا نحكي شوي عن التقنيات اللي استخدمتها بلشت برسم بالقلم رصاص بعدين الفحم وكمان أكواريل أعمال زيتية ولكن ثبتت بالنهاية على الأكريليك صحيح كل أعمالك اليوم بالأكريليك؟ تقريبا يعني 99% اذا بدي 99 لانه الاكريليك اريح لإلي هلا انا بقول الزيت اريح مش بالضروره يكون الاسهل من بين اللي ذكرتهم او كان الاسهل عليك لا مش الاسهل الاسهل لإلي اذا بدك الزيت هو انا برايي احسن يعني ارقى مستوى بالرسم بس اليوم الأوقات والظروف تخلي واحد شوي نعم. يعني ينبش على الوقت يكسب نعم. نتفيت وقت أكثر بلشنا نستعرض بعض أعمالك وهالأعمال هي من آخر معرض لإلك بعنوان إتوال اللي افتتح ب2 حزيران واليوم اختتام المعرض مشاهد من الطبيعة مشاهد رائعة خلينا قبل ما نعلق على هالأعمال نفسر شوي اسم المعرض بعرف في رمزية لإله نعم فكرنا نعمل الاسم هو بين العالمين اللي ذكرتيهم بالأول عالم العسكر وعالم الفن دونك لقينا أنه في الإتوال اللي هي النجمة نعم والتوال يلي هي ماشية يعني النجمة اللي حملتها من المؤسسة العسكرية طبعا. بكل فخر أكيد والتوال اللي بنرسم عليه اللي بنرسم عليه دونك حطينا إتوال إتوال تي إتوال أند يعني إتوال أند إتوال بس عملنا بعدين أبريفياسيون طلعت داش طوال نعم ونجوم أكيد من مجموعة أعمالك الكبيرة بدنا نحكي بالتفصيل عن هالأعمال ولكن بدنا نتوقف قبل للحظات عنوان إتوال اليوم اختتام المعرض بجاليري إكسود فاللي حابب يشوف هالأعمال المميزة توجهوا اليوم هيدي آخر فرصة لكم ونحن عم نعطيكم فرصة حتى تشوفوا هالأعمال عبر شاشة الام تي في 83 من أجمل أعمالك جنرال هيدي من مجمل الأعمال اللي قدمتها أو انعملت خصيصا لهالمعرض لا هيدي من مجمل الأعمال عدد كتير كبير حتى نشوفهم بمعرض واحد ليش أصريت أنه يكون فيها العدد؟ لا في أكثر من هيك بكثير بس يعني المعرض بده عدد محدد ارتقينا مع إكزود مع المشرفين على الجالورية أنه هالتابلويات هلأ فينا نحطهم بمعرض لحاله صورة نعم 83 لوحة أكريليك من أحجام مختلفة من مشاهد مختلفة مشاهد من الطبيعة موجودة كثير ألوان كثير دافية مثل ما عم نشوف جنرال خبرنا شوي شو عم نشوف هل اللوحات لهم اسم كمان او بس المعرض انا لا انا ما بسمي اسم ما بسمي اللوحه نعم. يعني بتركها اذا بدي كومبوزيشن لانه بتمر ايه 10 بيقولوا كل واحد بيقول اسم صحيح. بيلاقي فيها شيء وهذا احلى هيدا مثلا رسام الرسامين لبنان الكبار مرق على الجاليري طلع فيها قال هيدي فوضى مضبوطه حلو عجبتني كثير الفكره تبعيته نعم. فوضى حلو هون في إذا بدك حياة يومية من جميعه كل شيء فيها يعني من يعني يمكن عن بعيد منشوف مشهد معين وعن قريب بيختلف المشهد جنرال مزبوط كل ما يقرب الواحد كل ما يشوف إشياء ديتاي أكثر ولكن عن قريب أو عن بعيد بتشعر بهالدفى أنت كل أعمالك بتوحي بهالشيء 100% هيدي الألوان يلي أنا هيك يعني هيك موجودة جوا قد ايه من اعمالك بتجسد مثل ما عم تشوف هون مشاهد من الطبيعه الاكثريه اساسا هي الطبيعه هلا يمكن اليوم عم بنقول على هالستيل هذا اللي هو الابستري ناتور ابستريت او شيء او هيك شيء من هالنوع يعني ما عم بحط الهندسه المهندس صح. مثل ما معمر لا يعني مشاهد او احجام منا محدده يستمع. ولكن موجودة بتبين يستمع. أنها يعني من الطبيعة تارك لإلي القرار بالموضوع مش للتنظيم المدني
يعني لما بيطلع المتلقي على أعمالك، هون المرأة بدنا نحكي عن وجود المرأة بأعمالك، عنده عدة خيارات. أكيد في مشاهد طبيعية كتير جميلة ودغري منعرف المشهد وكأنه بيظهر من اللوحة، وفي مشاهد بتطلب أنه يتوقف المتلقي وينظر بعمق، نوع من التحليل إذا بدك للعمل. أنت بتطلب هالشي من المتلقي؟ 100%. أنا بفتش عن التحليل العقلي للموضوع أكثر من بس الشكل. الشكل هين، بيت محطوط، بيت بتطلع بتشوف فيه بيت، بس إذا في تابلو في أفكار ساعتها مجبور اللي عم بتفرج يطلع ويكتر، يعني بده يشغل. هون مشاهد من الافتتاح؟ إيه نعم، هذا أول يوم أحد الرسامين الكبار تورسيان. نعم. كان برعاية قائد الجيش جان أهوجي، بحضور ممثل عنه. نعم حلو. يعني بتدعي المتلقي أنه هو يترجم اللوحة مثل ما هو بيستوعبها؟ 100%، لأنه هو حتى الواحد بيشوفها كل يوم، بيشوف فيها أشياء جديدة. حلو. المرأة لها مكان خاص بأعمالك جنرال؟ المرأة مش بس بأعمالي، أنا بالنسبة لي المرأة هي القصة كلها بالعربي المشبرح. حلو. لأنه أساساً هي ثائبت، أنه من وراء المرأة تعرفت على عدة الرسم إذا بدك، وبعدين تعرفت أو تشجعت من قبل أكثر ستات، لأنه هن الأكثر بيشجعوا الرسم أو بيستذوقوا. نعم. الرسم أكثر بكثير من الرجال، الرجال مش فاضي يمكن ما بعرف. بعدين أنت برانتيز، يعني أنا لما بقوله كوتا بتضحك، يعني أنه كوتا ليش بدك تعطي كوتا بالسياسة للمرأة؟ نعم. أنا ما رح فوت بالسياسة. هيدي بدها لقاء آخر، هيدا غير شيء. بس ما بدنا نحكي سياسة، نحكي عن وضع المرأة إذا بدك. رح كفي لك، بس أنا بالأساس عملت سياسة، كنت مفكر أعمل سياسة، يعني درست سياسة باليسوعية وتاريخ باللبنانية، وهيدول اثنيناتهم ما مشيت فيهم لأنه it doesn't mix علي. المهم مع مبادئك وقناعاتك. أبدا. لأن النظري شيء والعمل شيء ثاني خالص. anyway، المرأة لها دور مهم بحياتي، من كل يعني من الأم للأخت للحبيبة للصديقة لكل شيء. وآخر شيء وهلأ بدي أشكرهم إذا بتسمحي لي، جالوري إكزود اللي هو كله صبايا. نعم. وهالصبايا يعني معلش إني ما بحبوا أحكي عنهم، بس جماعة زوقين، أول شيء زوقين فن، بعدين عم يشتغلوا بطريقة جديدة بالجالوريات. يعني هيدي حلوة هالمدرسة الجديدة اللي بتخلي كل العالم اللي عندهم قدرة أنه يشتغلوا بهالدومين. نعم. لأنه هيدا صار ثيرابي اليوم، الرسم هو صحيح. نوع من علاج. Arts are therapy. بقى إذا بتسمحي لي يعني بدي أشكر كريستيان وليال وسينتيا وفلورنس وكارول، وإذا ما نسيت حدا، وعلى راسه نينا ومنى. منوجه لهم تحية بعد ما وضحت لي وين موجودة المرأة بعملها وكيف بتحب تظهرها للمرأة. إذا لاحظت يمكن ما في ولا تابلو قليل كثير راسم المرأة نية. لا، أنا بشوف المرأة دورها، أهميتها، مسؤوليتها، ذكائها، تحملها، قدرتها، بشوف عندها يعني إذا بدك معجب كتير بالأدوار المعنوية. نعم. المسؤولة تبع المرأة أكثر، يعني أكيد الجسد كل هذا ما عجنة، بس إنه الأهمية عند المرأة هو الأدوار، يعني بتكرم المرأة بعملها. 100%، 100%. جنرال، ظروف الصعبة اللي مر فيها لبنان عبر سنين، وأكيد بحكم موقعك بمؤسسة العسكر والجيش أكيد كنت بتعرف على الأرض وبالواقع شو وضعنا بلبنان، ظروف بالفعل أكثر من صعبة مرينا فيها، هالظروف كيف أثرت عليك فنيا؟ وين كانت تظهر بأعمالك؟ إذا بدك كانت يعني الرسم كان يعني أعمالك ما بتوحي أبدا أنك كنت بالجيش، أو ما بتوحي أبدا بالواقع المرير اللي أوقات عشناه بلبنان. في هيك وفي هيك، بس انه ايه انا اذا بدك طبعي مش طبع متشائم او عم تشوف انسان اكثر من متفائل باعماله. جستو، بس هو الرسم كان اذا بدك ملجأ تبعي. نعم. بالظروف الصعبه الملجأ، يعني اذا بدي ارتاح او بدي روق كنت فشت خلق لك، يعني ملجأ خلق. منفس لك، منفس بلتوي. نعم. بهالاعمال ولانه هالواقع اللي عشته كان هالقد قاسي اوقات، كنت ترسم عن الواقع اللي بتحلم فيه؟
أكتريتهم هيك. إذا بدك هو اللون اللي محطوط هو هيدا هالأمل، يعني أكثر ما هو أنا يعني كمان عندي اللون أهم شوي أهم من الشكل يعني. نعم. الألوان بحب الألوان لدرجة العشق يعني. نعم. حضرتك مش بس مزوق بالفن ومش بس مزوق بالمرأة، كمان بتحب الشعر، وبعرف في قصيدة كتير بتعني لك اسمها The Road Not Taken للكاتب الإنجليزي روبرت فروست. خبرنا عنها شوي وبشو بتشبهك، شو بتعني لك؟ يعني بالمختصر إذا واحد بيطلع بحياته اللي مرق فيها بيلاقي أنه أوقات بياخد طريق يمكن بيستسهلها، يمكن ما بعرف بيلاقي فيها شيء مغرى ظرفة، بينما بعد شوي بيلاقي أنه يمكن كان لازم ياخد غير طريق، أو أنه يعني هيدي اللي بتخلي هالحياة تكون مختلفة تماماً عن اللي بده اياه يمكن. نعم. انما انا مش ندمان، بس حبيت هيدي القصيده لانه حقيقه بتعبر عن وضع كثير عالم، يعني عن كثير. قد ايه برايك في ناس عايشين هالواقع؟ انا بفتكر اكثريه الناس. نعم. يعني انا بخفيك انه الحكيم بتلفن بيقول لي والله انت نيالك، انا بقول له انت نيالك، ما حدا يعني بتحسي انه كل العالم بوقت معين ما نقت الطريق. نعم. يلي بتحس حالها هي بتحبها او بترتاح فيها. جنرال مارون نمر، تشرفنا بمعرفتك، نحن بنفتخر فيك أكيد كرجل وطني بامتياز وكمان كفنان بارع، ولها العالمين قدرت تقدم سنين طويلة بتفاني وأخلاص. أهلا وسهلا. وقفي مشاهدينا واللايف بكمل.